يسعد مساكم. اليوم جايين نكمل الجزء الثاني من سكشن 1.3، وبنفس الوقت جايين نخلصه خلاص. امبارح حكينا عن عدة أمور، لو نراجعها مع بعض سريع. عدة الأمور إيش بتحكي؟ أخذنا لما يكون أنا عندي رسمة معينة، كيف أخذها لليمين، كيف أخذها لليسار، كيف أرفعها لفوق، كيف أنزلها لتحت. فوق وتحت كنا نحكي عنه الـ vertical shift. فوق وتحت يعني أنا راح أوكي f of x equal g of x. لما يكون عندي حطينا شرط c أكبر من 0، إذا حطيت plus c معناها أنا حرفع الاقتران لفوق خطوات عددها c. إذا حطيت minus أنا حنزل الاقتران لتحت بمقدار c. هذا الفيرتيكال شيفت. رحنا بعديها حكينا عن شيء اسمه هوريزونتال شيفت. الهوريزونتال شيفت معناها انه حتحرك يمين حتحرك يسار. حكيت لكم انه الهوريزونتال شوي بيغلب لانه مش نفس ما احنا بنشوف. كيف يعني؟ يعني لما احكي f of x equal g of x minus c معناها انا حتحرك عكس الاشاره، حروح لليمين بمقدار خطوات c. لو انا حطيت f of x equal g of x plus c معناها أنا حتحرك لليسار خطوات بمقدار c. أوكي، حكينا كمان عن شغلة. إذا أنا ضربت بماينس تفرق وين أضرب الماينس؟ أضربه ب f of x كامل ولا أضربه ب x اللي جوا ال f of x؟ هسا إذا ضربنا ال f of x كامل يعني سالب f of x، هاي بدي أعملها reflection أو انعكاس حوالين محور السينات. بينما لما احكي f of minus x انا هون هعمل انعكاس حول محور الصدى. حكينا كمان نقطه. اوكي، دخلنا انه يكون اقتران دخلنا جوا قيمه مطلقه ل x. شو بدنا نعمل هون؟ كنا نروح نعيد تعريف القيمه المطلقه ايش هي. عادي نكتب نعرف الاقتران. يعني مثلا عفرض انا عرفت جذر ال x، جذر ال x برد ادخله هون على هاي الشيء اللي هون، على هاي هذا الشيء اللي هون. تمام، كنت اروح ارسم الجزء الموجب اللي هو الاكبر او يساوي صفر. وبما انه مثلا مش انا كنت اعرف x لما x اكبر او يساوي صفر وماينس x لما x اقل من صفر، تمام، هيك كنت اعرف القيمه المطلقه. معناها انا لما بدي اخذ عفره بدي اخذ جذر، وانا هون بدي اخذ جذر. صفه السالب بكل الحالات هون لما اخذ القيمه في f للقيمه المطلقه ل x حتكون السالب عندي مع x. معناها أنا بروح برسم الجزء الموجب اللي عندي هون، بخلص نص الحل، بعديها بروح بعكس الإشي اللي هون اللي على اليمين، حعكسه حوالين محور الصدد. تمام؟ يعني عفرض أنا رسمت جذر الـ X، خلص خلصت الجزء الأول X أكبر يساوي 0. إيش بروح بعمل؟ نفس الرسمة اللهم بعكسها على محور الصدد. هذا اللي عملناه. ضلت آخر شغلة حكينا عنها امبارح اللي هي لما أنا أحط القيمة المطلقة للإقتران كامل. اوكي، نحكي القيمة المطلقة لـ f of x. ننتبه هون أنا دخلت القيمة المطلقة داخل x، هون حطيت القيمة المطلقة لكل الاقتران. إيش اللي حيصير هون؟ إنه أنا بكون عندي رسمة، مش مشكلة إيش هي، بهمنيش. اللي بهمني إنه اللي فوق محور السينات الله يرضى عليه ما حيتغير. اللي حيصير عندي إنه أنا تحت محور السينات أي إشي سالب بدي أرفعه. عملنا explanation ليش؟ لأن القيمة المطلقة بتخلي لي هسا هي هاد القيمة المطلقة لواي نفسها تساوي القيمة المطلقة f of x. القيمة المطلقة ما بتطلع لي إلا قيم موجبة، وبما إنه لواي إذا على محور صدد، إذا منطقيا ممنوع يكون عندي أي قيمة سالبة في واي. كل الرسمة حتكون فوق محور الصدد، هون حتكون الرسمة هاد المنطقة ومن فوق، هاد كلياته. تمام؟ حلينا كم من سؤال، رسم ومش رسم وحركات وحل وهيك وخلصنا. هذا خلص، خلصنا جزء الرسم. طب ماشي، شو جايين نحكي اليوم؟ جايين نحكي عن إشي اسمه composition of functions. يعني أنا جاي عن أحكي عن إشارة هيك. هاي الإشارة اسمها circle. حلو؟ F circle G، G circle F. أوكي، إيش يعني؟ تعال نقرأ عشان نفهم. بحكي لك given two functions f and g we define the composition of functions as. أنا عندي اقترانين f و g، رح أعرف مفهوم اسمه composition of functions على أساس التالي.
F سيركل G راح أحط F هيك. أفتح قوس أحط اللي ضل G of X. نفس القصة هون G سيركل F أحط G هفتح قوس F of X. هل هاد يساوي هاد؟ منطقياً لا. هنتأكد هنشوف كمان شوي. هسا بدي تعرفوا هذا الحكي مش صعب. ليش؟ أنا كنت كان يكون عندي اقتران F of X إشي معين، مثلاً أفرض X تربيع، تمام؟ لو أحط لك F of X قوة 5 شو بدنا نعمل؟ محل كل X أجي أعوض X قوة 5. أوكي لو تمام، محل كل X أجي أعوض X قوة 5، معناها هون حتصير X قوة 5 الكل تربيع. هذا اللي كنا نعمله. نفس الإشي هون، اللهم إنه أنا بدي أسمي هذا الاقتران اللي جوا هذا اللي هون بدي أسميه G of X. G of X أنا عرفته هون على أساس إنه X قوة 5، F of X الأصلي أنا بسميه X تربيع. لما أعمل F سيركل G، أوكي هون أوكي، لما أنا أعمل F سيركل G للX شو اللي هعمله؟ F برا راح أفتح قوس أحط اللي ضل G of X. عوض زر X محل كل X بF X. بالضبط، حأحط F نفس ما هي. اللهم G X أنا إيش معرفها تحت؟ اللي هي X قوة 5، هاي X قوة 5. خلاص خلص دورها. صفى F X قوة 5 إيش هو؟ برجع ل F، برجع ل F بعوض محل كل X X قوة 5. هذا هو اللي بعمله، يعني X قوة 5 الكل تربيع نفسهم، محل كل X X قوة 5 مع تكملة الاقتران. اللي مش تمام حاس في خلل ما يزعلش، أنا هسه همشي هنشوف شو اسمه، هشوف إنه الحكي هذا كله سهل. طيب خلينا شوي. أوكي أشوف إذا بعدها بدي أحكي عن الدومين. تأكد. أوكي لسه. يلا يا جماعة. معطيني f of x equal جذر x minus 1 g of x x تربيع minus 4. find أول إشي g circle f and its domain. wait ما حكى عن الدومين صح؟ أوكي مش مشكلة. أوكي أنا أحكي لكم ثواني. أوكي هيك أوكي دعنا، إذا بتحب تشاركي فما عنديش مشكلة، بس نمشي خطوة خطوة مع بعض. أول إشي دعنا هون كيف بكتب الاقتران؟ لا هون بما إنه جي سيركل F يعني جي لإف الإكس، يعني بحط جي بفتح قوس بحط اللي ضل F of X. أوكي كيف أكمل دانا؟ سأل لا منعوض F ال X محل كل X في جي ال X، فبتصير يعني محل X تربيع بنحط جذر ال X ناقص واحد كلها تربيع. أوكي صح؟ أوكي ناقص أربعة ماينس أربعة. أوكي اللي حكته دانا 100%، بس أنا بدي أمشي خطوة خطوة. دانا مباشرة حكى كيف نمشي إحنا؟ هي عرفت الاقتران جي برا بفتح قوس F of X. أنا بحط أول إشي اللي بعوضه F of X. F of X إيش عندي؟ جذر X minus 1. اللهم محل كل X في G of X بعوض اللي جوا القوس. إيش اللي جوا القوس؟ جذر X minus 1، يعني محل كل x هي x، بدي اعوض جذر x ماينس 1، يعني هي جذر x ماينس 1 الكل تربيع ماينس 4. نكمل عادي بنربع وماينس 4. اوكي نشيل التربيع بصفي x ماينس 1 ماينس 4 وتساوي x ماينس 5. تمام حل لحد هون. دومين الجواب اللي طلع، دومين الجواب اللي طلع ايش هو؟ يعني انا طلع عندي الجواب x ماينس 5، ايش الدومين له؟ R. R ممتاز. ليش دانا؟ ايش نوع الاقتران عندي؟ كثير حدود بولينوميال. بالضبط بولينوميال. مدلين ايش اللي ما نفهم؟ خليني ارد اعيده.
أرد أعيد السؤال كمان مرة. معطيني f of x تساوي جذر x minus 1، معطيني g of x تساوي x تربيع minus 4، بدي يعني أوجد g circle f ل x تساوي كم؟ إيش الخطوة الأولى اللي بعملها؟ إني أنا حسب التعريف اللي فوق g circle f تساوي إيش؟ g بفتح قوس وحط اللي ضل، ضل عندي f of x. إيش اللي بعمله هون؟ g ما ليش دخل فيها، برا، هيها لسه برا الأمام. اللهم قيمة f of x بجيبها داخل القوس. إيش قيمة f of x؟ اللي هي جذر x minus 1، تمام؟ هسا أنا عندي الاقتران الأصلي g of x تساوي x تربيع minus 4. تعي قارني بس، أوكي، تعي قارني صيغة g of x بصيغة، ثواني بس، صيغة هذا الإشي بصيغة هاي، بس الصيغة. هتلاقي الاختلاف إنه أنا هون بالداخل عندي x، هون بالداخل عندي جذر ال x minus 1. الفكرة كيف؟ إني أنا شايفة محل شو اللي داخل القوس هون، أنا عندي جي أوف إكس، داخل القوس عندي إكس. إذاً حاجة عوض هون جذر الإكس ماينس واحد محل كل إكس بالقاعدة هون. عندي إكس هون، هون جذر الإكس ماينس واحد. كيف بدي أوجدها من هون؟ اللهم كل اللي داخل القوس هون بعوضه محل إكس. ليش؟ لأنه أنا هون بس بين القوسين إكس، بس. أنا معطيني إكس، معطيني إيش قاعدتها؟ جي أوف إكس إيش هي؟ إذا محل كل x ححط اللي داخل الأقواس هون، فشو حتصفي؟ جذر ال x ماينس 1 لكل تربيع، محل كل x حط جذر ال x ماينس 1 ماينس 4، وتساوي التربيع مع هذا بتصير بتروح، فبتصفي اللي هو x ماينس 1 ماينس 4 وتساوي x ماينس 5. هيك أحسن مدلين؟ أوكي شوي شوي، فهمت، ممتاز. هذا مطلوب. أوكي بس ثواني. الدومين الجواب اللي طلع معي طلع الدومين R. بس بدي إياكم تعرفوا إنه بالكومبوزيشن في إشي أكبر من اللي بنعرفه. إيش هو؟ إنه أنا لما يجي يحكي لي أوجد دومين F سيركل G أو G سيركل F، إيش بعمل؟ بوجد ترى الخطوات بس كيف؟ لو حكى لي مثلا اوجد دومين اف سيركل جي، اللي بعمله هون بروح اوجد اف سيركل جي كم تساوي بالمقدار، يعني هون انا مثلا طلعت معي جي سيركل اف اكس ناقص 5، بطلع هذا الجواب اللي طلع. الجواب اللي طلع بوجد له الدومين كم؟ الدومين للجواب اللي طلع هون، هذا اللي هون بوجد له كم الدومين، تمام؟ عفرض هون الدومين طلع معي ار لجي سيركل اف، يعني هذا ار. بروح بعمل له تقاطع مع مين؟ مع دومين الإشي الثاني اللي طالبه. هاي كيف الخطوات؟ بوجد F سيركل G، بوجد الدومين إله، بوجد الاقتران الثاني هو بيكون معطيني إياه، بوجد له الدومين، بعمل تقاطع بين الدومين الثاني مع دومين الجواب. وضحت؟ دومين F سيركل G هو عبارة عن دومين الجواب اللي راح يطلع منه F سيركل G، تقاطع دومين الثاني دومين جي. هون دومين جي سيركل اف بوجد كم قيمة جي سيركل اف، وبوجد لها الدومين، بعدها بروح بعملها تقاطع مع الشيء الثاني المكتوب هون اللي هو دومين اف. وضحت؟ وضحت ولا لا؟ اوكي ثواني نشوف. لا لا لا، مش دائما دومين ار، لا ممكن عادي اجي احط لك جذر الاكس. هسا كمان شوي راح نشوف أمثلة، هيختلف. أنت بس اللي عليك تعمله، روح وجد لي مثلاً طلب دومين F سيركل G، روح وجد لي قيمة F سيركل G كم، بعد ما توجدها كم وجد لي دومينها، دومين الجواب اللي طلع، يعني دومين الجواب اللي طلع قاطع لي إياه مع دومين الاقتران الثاني اللي هون. هاي هي الفكرة، تمام؟ تمام، أوكي ممتاز. أوكي إذا ننزل شوي. اوكي بدي انا بالنسبه للمثال اللي فوق نوجد كم الدومين ل جي سيركل اف، طالب هو جي سيركل اف. حاضر، يلا تعال نوجد دومين جي سيركل اف، نطلع لفوق، هاي جي سيركل اف. ايش اللي بدي اعمله انا؟ نفس القصه، اول شغله طلع معي دومين شوي، طلع معي الجواب لاف لا جي سيركل اف.
لجي سيركل اف طلع معي الجواب x minus 5 x minus 5. دانا حكت لي دومين الجواب اللي طلع جي سيركل اف تساوي r. الخطوة الثانية انه انا لازم اوجد دومين الاشي الثاني اللي هون، ايش هو؟ اللي هو الاقتران اف. الاقتران الثاني اف هو معرف لي اياه انه جذر الاكس ماينس واحد، صح؟ هي هي جذر الاكس ماينس واحد معرف لي اياه بالسؤال. اذا اف تساوي جذر الاكس ماينس واحد. دانا ايش دومين جذر الاكس ماينس واحد؟ نحكي اكس ناقص واحد اكبر او بتساوي صفر. ممتاز. فبتطلع اكس واحد، يعني من واحد لانفينيتي. ممتاز. انا عندي واحد بدي هذا كلياته، معناها من واحد مسكره لانفينيتي. ممتاز جدا، من واحد مسكره لانفينيتي. اوكي، دانا اجت حكت بس لانه الاقتران هون جذر، فانا بدي اطلع على القوه. قوته زوجيه، معناها مداخل الجذر اكبر او يساوي صفر. اكس ماينس واحد اكبر او يساوي صفر. نقلت الواحد على الطرف الثاني، وكل من بغير حالته بغير اشارته، فماينس واحد حتصير بلس واحد. اذا اكس اكبر او يساوي واحد، ايش يعني اكس اكبر او يساوي واحد؟ معناها الفتره عندي من واحد لانفينيتي وحسب الرسمه. طيب حلو كثير هذا الحكي، انا ما خلصتش. انا اوجدت الدومين الثاني واوجدت دومين الجواب، ضل عندي اعملهم تقاطع. ايش تقاطع؟ هسه ضل عندي دومين جي سيركل اف تساوي كم؟ تساوي دومين الجواب ار تقاطع دومين الثاني اللي هو من واحد لانفينيتي. ايش تقاطعهم؟ من واحد لانفينيتي. بالضبط. R كل الخط من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية. أنا أخذت منه بالثاني بس من واحد لما لا نهاية هاد. فإيش تقاطع الخط الأحمر مع الخط الأزرق؟ هو بس الخط الأزرق اللي هو من واحد لانفينيتي، وتساوي من واحد لانفينيتي. بس حلو كتير كتير كتير. تمام. أوكي، بده يعني نوجد دومين F سيركل G. طيب أول إشي f of x كان معطيني إياه جذر ال x minus 1، g of x كان معطيني إياه x تربيع minus 4. بدو يعني أوجد f سيركل g بالأول، وبعدها أوجد كم دومين إله. في حد بحب يساعدني؟ يا قوم تحرك شوي، حد يرفع إيده غير دانا بليز. يلا الموضوع مش صعب، نوجد بس اف سيركل جي على التعريف، حمشي معكم. مش حدا؟ طيب يلا دانا. اوكي شوي شوي. محمد رفع ايده. يلا محمد. اوكي محمد. اف سيركل جي اللي هي تساوي اف نتاع قوس اللي هي جي اكس. ممتاز. هسه بنعوض اللي هي قيمة جي اللي هي اف. حلو. اللي هي اكس تربيع ناقص 4. حلو جدا. هسه بنعوض اللي هي قيمة الاف اللي هي جذر الاكس ناقص 1. طيب شو بتصير؟ كل اللي تحت الجذر يعني. يعني اعطيني هي اكس ناقص 1. طيب. طيب اساعدك شوي. ركز معي لساعدك شوي. F لهذا المقدار، خذ المقدار كلياته وهذا المقدار اطلع لي فيه فوق عند F، عوض كل اللي داخل القوس محل كل اللي داخل القوس هون. داخل القوس هون X، إذا عوض X تربيع ماينس 4 محل كل X، كل X بـ F بـ F عوض لي محلها X تربيع ماينس 4. شو بتطلع معي محمد؟ ليش حسيتها مش وصلتكم؟ طيب f of x تساوي جذر x minus 1 f of x تربيع minus 4. والله بس اللي بعمله، والله بس هيك، محل كل x بحط المقدار كامل هاد. هاي x، هاي x، بس حطي لي هذا القوس كلياته x تربيع ماينس 4، كل إشي موجود خليه، بس غيرت المقدار هاد غيرته لهاد بس، لأنه أنا داخل القوس هون عندي x، بينما داخل القوس هون عندي x تربيع ماينس 4،
فأنا محل كل x ب f of x بحط x تربيع ماينس 4. أحسن؟ هيك أحسن شوي ولا كيف؟ x تربيع ماينس 4 ماينس 1 اللي هي x تربيع ماينس 5. x تربيع ماينس 5. أوكي، تمشونيش عايشي مش فاهمينه. بليز. أوكي، F circle G طلع مع الجواب الآخر جذر X تربيع ماينس 5. تمام، أنا عندي كان الاقتران. لا، أول إشي نوجد دومين الجواب اللي طلع F circle G تساوي كم. أوكي، يلا دانا. لا، هاد مجال X تربيع ناقص 5 أكبر أو بتساوي 0. حلو، هذا الدومين إلو X تربيع ماينس 5 أكبر أو يساوي 0. تمام، إذا نقلنا الخمسة هناك أخذنا جذر، إنه بس نساويها بالصفر الأول. ممكن، أو ممكن طريقة تانية اللي هي x ماينس جذر الخمسة ربعين ربعين x بلس جذر الخمسة نفسها لو أخذتها دان على الطرف الثاني x تربيع ماينس خمسة أكبر أو يساوي صفر، دان أخذتها x تربيع أكبر أو يساوي خمسة تأخذ القيمة الجذر لهون ل x تربيع أكبر أو يساوي جذر الخمسة، وهون القيمة المطلقة ل x. إذا بتصير x أكبر أو يساوي جذر الخمسة، أوكي نحلها طريقة دانا أحسن. حاضر، بس بدي أذكركم بمعلومة كتير مهمة هون هسا، بس ركزوا معي. أوكي، وصلنا لمعادلة تحكي x تربيع ماينس خمسة أكبر أو يساوي صفر. طبعا ليش دانا أخذت هذا الحكي؟ لأنه أنا عندي f كانت، طيب f كانت جذر x ماينس واحد، وجي كانت x تربيع ماينس 4 وطلع معي الجواب جذر x تربيع ماينس 5. لا، f circle g طلع معي هذا الجواب. دانا بتحكي دومين الجواب هو عبارة عن ما انه الاقتران جذر وقوة الجذر 2 زوجية، اذا ما داخل الجذر اكبر او يساوي 0. حلو، اجت دانا بتحكي انه ما داخل الجذر اكبر او يساوي 0 x تربيع ماينس 5 اكبر او يساوي 0. دانا حكيت لي حابة تاخذ الخمسة على الطرف الثاني، حكيت لها تمام هي اكبر او يساوي 5. دانا ايش بعدها عمل؟ أنا هون لها مني نأخذ جذر الطرفين، فبتصير القيمة المطلقة ل x أكبر أو بتساوي 5، فبتصير x أكبر أو بتساوي 5 و x أكبر أو بتساوي 5. بس أوكي، بس نسيت الجذر. هون هاخذ الجذر، الجذر ل x تربيع أكبر أو يساوي الجذر لا للخمسة. من المتباينات والمعادلات بدك تعمل اللي بتعمليهم بتعملي على الجهة الثانية. أوكي، هاي دانا حكت، هاي هي المعلومة اللي كتير مهمة، إنه الجذر لإشي مربع هو عبارة عن القيمة المطلقة للي داخله، أو العكس يعني، أو إنه الجذر يعني هيك تربيع نفس القصة. إذا أكبر أو يساوي جذر الخمسة، هاي عرفناها بالزمانات أول المساق، حكينا القيمة المطلقة ل x أكبر أو يساوي a معناها x يا إما أكبر أو يساوي جذر الخمسة or x أقل أو يساوي ماينس جذر الخمسة. تمام؟ طب هذا الحكي أنا بدرسه مع خط الأعداد مثلا هون بالضبط، هون جذر الخمسة بالضبط وسالب ومجرد. اوكي، انا بدي اخذ المنطقة اللي اقل x اقل او يساوي هاي ماينس جذر الخمسة من هون، و x اكبر او يساوي اذا هاي، هذول المنطقتين اللي بدي اخذهم. اذا لو بدي انا بدي اكتبهم على شكل فترات كيف رح يطلعوا معي دانا؟ سالب انفينيتي لجذر السالب خمسة ومغلقة، اتحاد من جذر الخمسة للإنفينيتي ومغلقة عن جذر الخمسة. تمام، استغلال اتحاد من جذر الخمسة. أوكي، جذر الخمسة للإنفينيتي، ممتاز، هاي فترة تطلع معي. هذا دومين الجواب. طيب، هو طالب مني دومين F circle G. إذا أنا ما خلصتش. بنجي. احكي دانا. نجيب دومين G هتلا. ممتاز. وبعدين نعمل التقاطع. ممتاز. إذا أنا أوجدت بالأول الجواب، أوجدت له الدومين. هاي خلصت خطوة أولى. الخطوة الثانية، إذا أنا بدي أوجد دومين الإشي الثاني، الإشي الثاني عندي جي، وجي كان فوق عبارة عن إكس تربيع ماينس 4، إيش دومينه؟ دومين جي. كم دومين جي؟ آر. آر، ممتاز. إذا حيطلع معي إف سيركل جي تساوي دومين، اللي هو طلع معي هي الدومين، من سالب إنفينيتي، لا سالب جذر الخمسة، اتحاد من جذر الخمسة لا إنفينيتي. شوفوا ما خلصتش، بدي أقاطع مع R، هاي دومين جي R طلع معي، بدي أقاطع مع R، تقاطع R
طيب عينت بالأزرق، ركزوا معي، عينت بالأزرق إيش الفترة تبعت هيها اللي هي هاي سالب ما لا نهاية لسالب جذر الخمسة اتحاد من جذر الخمسة لما لا نهاية، هي معينة خط العدد. تقاطع بدي أشوف التقاطع وين، بدي أشوفه خط العدد، بدي أرسم بالزهري R. R معناها من سالب إنفينيتي لإنفينيتي. إيش تقاطعهم؟ يعني إيش المشترك؟ إيش الإشي المشترك بين الخط الأزرق وبين الخط الزهري؟ هو الدومين لش اسمه لإف سالب الجي، يعني من سالب إنفينيتي لجذر الخمسة وجذر الخمسة لإنفينيتي. ممتاز، هذا هو التقاطع صحيح 100%، هو من جذر الخمسة لإنفينيتي. تقاطعهم واضح ايش الاشي المشترك بينهم، الاشي المشترك بينهم لساته نفس الازرق، هيو هذا هو نفسه. هاي المنطقه اللي بالاحمر هون مش موجوده، موجوده بالزهري بس مش موجوده بالازرق، اذا ما بتهمني تمام. اذا هاي اوجدنا دومين اف سيركل جي. طيب بليز حد يرفع ايده عشان نجاوب السؤال هذا، معطيني حوضح السؤال عشان استنى حد يرفع ايده. اف اوف اكس تساوي جذر الاكس، g of x تساوي الجذر التكعيبي لx minus 1. find أول إشي رقم المطلوب f circle f، 2 الدومين ل f circle f، بده f circle f كم قيمته والدومين لهذا الحكي، الدومين ل f circle f. أوكي مثلا نور مهيب، هلا إذا بتحب تجاوب مهيب مش راح أقول لا، ممكن حد يجي نتعاون لو سمحتوا، لو سمحتوا نتعاون. يلا يا جماعة حدا غير دانا، بلا حركات التس هاي، كلكم شاطرين ما شاء الله عنكم. أوكي هات أشوف شو كاتبين. أوكي مهيب تمام. مهيب إحنا بس حكينا عن الكومبوزيشن اللي هو F سيركل G و G سيركل F، كيف 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 من نعملهم. ما حدش ناوي خلاص أحكي أنا أو دانا؟ شو السؤال؟ السؤال بحكي إنه عندك f of x تساوي جذر ال x و g of x الجذر التكعيبي ل x minus 1، بده منك توجد f circle f كم وتوجد دومين f circle f، هاي المطلوب. أوكي لبلاش f مهيب اسمع، احكي لي دومين f كم، هاي f اللي هو جذر ال x كم دومينه؟ من صفر للما لا نهائي. ممتاز مهيب حكى جذر x قوته زوجية، إذا مداخله أكبر أو يساوي صفر. حكى مهيب x أكبر أو يساوي صفر، هذا الحكي معناه إنه الفترة عندي من صفر لما لا نهاية، هذا خط العدد هيو صفر أخذ هاي الفترة تمام. إذا طلع عندي الدومين هون من صفر لما لا نهاية، حلو مهيب. f سيركل f تعرف توجدها؟ اللي هي يا سيدنا العزيز f بداخل اللي هو برضو اقتران f، F الX بقدر أسميه. ممتاز تطلع F أوكي. F جذر الX، هاي جذر الX، بعدين بعوض جذر الX في جذر الX، هي جذر حط جذر الX كمان مرة هون. ممتاز جدا، هذا لو بدي أكتبه على شكل أسس كم بيطلع مهيب؟ X قوة كم؟ X يا سيدنا العزيز إيه هو تربيعي وفوق تربيع A، بقدر أضربهم في بعض ولا لا؟ اللي هو بطلع شكل كسر، إيش هو الكسر؟ الكسر ربع. ممتاز ممتاز جدا. أو بقدر أكتبه جذر الأربعة يعني. نفسه أوكي الجذر X، أوكي هيك الجذر الرابع ل X، ممتاز نفس الشيء. طيب مهم كم دومين الجواب اللي طلع؟ F circle F دومين X هو أربعة، كم دومين؟ هاي نفسه هاي دومينو من يا سيدنا العزيز من صفر للما لا نهاية برضو صح؟ ممتاز ممتاز، بس ليش مهيب؟ ليه؟ لأنه قوة زوجي. ممتاز مهيب حكي جذر قوته زوجية، إذا ما داخله أكبر أو يساوي صفر، حلو كتير. إذا مهيب استنتج إنه دومين التقاطع بقاطعهم مع بعض. أوكي دومين F سيركل F حيطلع معي دومين هاد تقاطع دومين هاد من صفر لما لا نهاية، يا مهيب تقاطع من صفر لما لا نهاية كم؟ صفر لما لا نهاية بالضبط نفس الفترة، هي اللي حتطلع الفترة المشتركة، وإذا بتحبوا على خط الأعداد فهيها، أنا عندي هون صفر من صفر لما لا نهاية، وبالخط الأزرق نفس الشيء من صفر لما لا نهاية،
ايش تقاطعهم؟ هم نفس الخط، اللهم كل واحد بلون، فحطلع نفس الفترة. لحد هون تمام؟ تمام. طيب معنا اوكي دقائق. شوفوا يا جماعة السؤال كيف حلو، ليش حلو؟ الحمد لله. find f circle g circle h. قبل شوي انا حكيت عن f circle g بس اقترانين، انا هون عم بحكي عن ثلاث اقترانات نفس الفكرة. f circle g circle h اللي حعمله f برا حط اللي ضل g circle h هذا اللي ضل. طيب f خلي لي اياها برا. طب ليه ما اقسمهم لجزئين؟ ما هو اسهل. هو انا هاد قسمت الجزئين، بس اعتقد انك انت بدك تقسم f circle g مع بعض، وبعدها تحط، يعني انت بدك تقسم هيك، بدك تحط هدول مع بعض فبصير f circle g. بالضبط بالضبط. بدك تفتح قوس h. ما بتفرق صح؟ لا ما بتفرقش. او وبعديها اوكي هيك انت حتقسم هيك، بعديها حتحكي اف لا بودي الجواب الاول بعدين بودي الجواب. نفس القصه انا اللي هعمله، لا ان انا حقسم اللي بالزهري، انا حمشي بهون. يعني انت مشيت بالاول بالاحمر، انت تمشي بهذا بعدها تمشي على الثالث، انا مشيت بالثاني والثالث بعدها الاول، هيك الفكره. ما بتفرق بالجواب يا جماعه، حيطلع نفس الجواب. اوكي يمكن الجماعه اللي ما انا مش كثير فاهمين شو بنشتغل، فخلينا حبه حبه حبي حبي. يلا اوكي f سيركل g سيركل h تساوي يا اما هيك واللي هي نفسها طبعا f بفتح قوس g سيركل f نفس الشيء g هون وبفتح قوس ل بفتح قوس ل h. اوكي او هي بحكي طريقه ثانيه انه انا اخلي f سيركل g نفسها بس احط هون h of x، وهي بلش يدخل هيك تمام. وبعديها هاي نفسها f ل g of h x. لاحظوا معي انه انا اللي طلع معي داخل f نفس اللي طلع مع مهيب داخل x، داخل f سوري، هي نفس الشيء طلع. فسواء انتم بلشتوا انه توزعوا من هون القوس او توزعوا من العكس من اليسار لليمين مش نفس القصه، مش مشكله. طيب اذا انا طلع عندي هون f لا بالجواب النهائي ل g ل h x، حلو. f هاي f f بخليها زي ما هي اوكي، وجي زي ما هي بعوض h ال x واحد سالب x ماينس x ممتاز، بعدين بعوضه في g، بعدين الاقتران كامل بعوضه في f. ممتاز. g لواحد ماينس x كم يوم مهيب؟ الكل تربيع اللي واحد ماينس x الكل تربيع صح؟ اوكي اه اللي هي واحد ماينس x الكل تربيع، ممتاز. بعدين بعوضها اثنين خلي دار الجواب كوس هاي. اوكي دانا تقدر تحكي لي اف لواحد ماينس اكس الكل تربيع كم تطلع؟ بتصير اثنين، في واحد ناقص اكس الكل تربيع ناقص واحد. ممتاز يا جماعة اللي متمكن من فكرة صح جواب. المتمكن من فكرة كيف يحول محل كل x الرقم اللي بيطلع معه داخل القوس أو واحد ناقص x أو ما بعرف إيش، المتمكن من هاي الفكرة الموضوع تافه له. يعني إذا أنت عارف عن جد يكون عندك g of x رقم، بعدين يطلب منك g of x هو 5 minus x تربيع مثلا، يطلب توجد كم صورة هاد، وأنت بس اللي داخل القوس تروح تعوضه محل كل x هون. إذا أنت متمكن من هاي الفكرة الموضوع تافه، أقسم بالله تافه، بدوش شيء تمام. خلاص اللي بضل عندي هون بس انه بوزع التربيع اللي هو الاول تربيع ماينس الاول في الثاني في 2 زائد المربع الثاني ماينس 1 بضرب ب 2 اللي هو 2 ماينس 4 اكس بلس 2 اكس تربيع، عم بوزع بس ماينس 1 واللي هي 1 ماينس 4 اكس بلس 2 اكس تربيع. خلصنا هاي الجواب تمام. طالب مني دومين إله ولا لا؟ لا مش طالب. خلاص خلصنا اوكي. هسه هون بدي اوقف ضايل دقيقتين، نطلع ونرجع على نفس اللينك تمام. على نفس اللينك بنرجع يلا.